أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، وأعرب الوزيران عقب مباحثاتهما بالرباط عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين وزيادة معدل التبادل التجاري.